اتصال مع السيدة أو الدكتورة روز قرموقة، رئيسة منصة الغابات ومراقبة الحرائق. بدنا نقول لك يسعد صباحك دكتورة روز، وأهلا يا وسهلا أهلا فيكي وسهلا، بصباحنا لليوم. يا أهلا وسهلا فيكم، سعد صباحك. دكتورة روز، يعني مثل ما بنعرف نحن مع ارتفاع درجات الحرارة وبهذا التغير المناخي واللي عم نشوف يعني الجفاف أيضا عم بيكون بالجو العام السائد، خبرينا بداية ما هي التحذيرات اللازمة وطبعا الواجب اتخاذه خلال هذه الفترة من أجل تفادي الحرائق لا سمح الله في حال حصولها؟ شكرا لاهتمامكم ولتغطيتكم لهذا الموضوع. الموضوع كثير ضروري، ومثل ما أشرت حضرتك لبداية التغيرات المناخية وقصص ارتفاع درجات الحرارة، وخاصة خلال هذه الفترة من السنة. نحن بشهر 7 و8 وكمان 9 و10، ولكن خليني أقول نحن بأساس الصيف، يعني فارتفاع درجة الحرارة، انخفاض الرطوبة النسبية، وإذا ترافقت مع سرعة رياح يعني جيدة، فبيصير عندي أنا ارتفاع بمستويات الخطورة لاحتمال حدوث حريق أو احتمال انفجاره. فهي الفترة وخاصة اليومين القادمين غدا وبعد غدا، يعني نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، رح يكون في عندنا ارتفاع بمؤشرات خطورة الحرائق. نتمنى للحقيقة للجميع، اللي هي هذا واحد من الأهداف الرئيسية للمنصة، نتمنى على الجميع اذا كانوا مزارعين او زوار او سياح او اي شخص يحب الغابه، انه يكون بعيد كل البعد عن انه هو يكون سبب لاي نوع من انواع النيره، لانه عمليه الاحاطه فيها وعمليه مكافحتها عم تكون من الصعوبه خلال هالظروف الصعبه. تماما دكتورة، يعني اذا بدنا نحكي عن تحديد مستوى الخطوره، كيف عم تحددوا مستوى الخطوره بكل منطقه؟ للحقيقه لتحديد مستوى الخطوره هي المنصه تابعه للهيئه العامه للاستشعار عن بعد، لهيك الاعتماد الاساسي فيها على الصور الفضائيه. وطبعا دائما لما بيكون في عندي بدي اخذ قرار او بدي طالع منتج بخص مساحه كبيره، اكيد بيكون الاستشعار عن بعد له دور فيها. في الصور الفضائيه عاليه الدقه من الهيئه، بالاضافه للصور المتاحه اللي ممكن تكون تكراريتها عاليه، اضافه للبيانات الارضيه اللي بالتعاون مع وزاره الزراعه ومديريه الحراج عم يتم استكمالها وتحديثها دائما بخصوص انواع الغطاء النباتي، بخصوص كثافه الفرشه الغابيه، وكمان اكيد التغير اليومي مرتبط بشكل اساسي بمعاملات الطقس اللي هي الحراره، سرعه الرياح والرطوبه النسبيه، وهي نحن بنحصل عليها تنبؤيه من المديريه العامه للارصاد الجويه. نعم، يعني دكتورة إذا بدنا نحدد نحن كوقت محدد أو زمن محدد لانتهاء مرحلة الخطورة، هل من مدة زمنية محددة لحتى نحن نحس حالنا أنه خلص طلعنا من دائرة الخطر المحتمل لحدوث الحرائق؟ للحقيقة يعني للأسف نحن غاباتنا بتدفع لنمط الغابات المتوسطية، نمط الغابات المتوسطية بتدفع نظام أنه في موسم حرائق تعرض له بدءا من الشهر الخامس وانتهاءا بالشهر العاشر بشكل عام. طبعا ممكن يزيد شوي ممكن ينقص شوي. هلا هذا ما بيعني انه كل هذا الموسم بيكون في خطوره، والا ما كان صار في خرائط تحذيريه، لانه عم يصير في عندي في ايام بتمرق بكون بشوف الخرائط مثلا فيها الوان الاصفر والاخضر طاغيه اكثر، ايام ثانيه مثل هي الايام اللي نحن حاليا فيها ومستمره معنا يومين ثلاثه ثانيات بيكون اللون الاحمر هو يلي طاغي. فلما انا بشوف هي الالوان بالخريطه درجات الاحمر طاغيه بيكون انا في عندي تحذير عالي وبكون في عندي خطوره عاليه. لهيك الموسم موجود معي خامس للعاشر، ولكن يمر ايام قد لا تكون عاليه الخطوره. نعم. وين عم بيتم نشر هيدي المعلومات حول ايام الخطوره ودرجه الخطوره بهذا اليوم؟ في موقع معين؟ في موقع معين؟ طبعاً في صفحه معينه؟ صفحه فيسبوك خاصه بالمنصه تابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد، اسمها منصة الغابات ومراقبة الحرائق فيرمو، يتم نشر هذه الخرائط بشكل يومي. وطبعا ما عم نكتفي بهذا الشيء، لانه نحن في عندنا تعاون مثمر وفعال مع وزارة الزراعة ومديرية الحراج، اللي هن بالتعاون معهم عم يصير الشغل، فدائما بنبعث لهم اياها بشكل يومي حال ما تنشر الخريطة يتم وصولها اليهم، بالاضافة لافواج الاطفاء ايضا يتم ايصال الخريطة اليهم، واضافة ايضا نشكر كمان الاعلام اللي عم نتواصل معهم لحتى ينتشر هذا الموضوع بنطاق واسع. نعم دكتورة، ذكرتي انه في حال لا سمح الله حدوث يعني اي نوع من انواع الحرائق او الاشتباه بحدوث حريق معين، كيف يعني هون المواطنين او المواطن الذي يشتبه بحدوث حريق يعني مباشرة كمبادرة اولية، شو لازم يتصرف بهيك حالة؟
هلا المواطنين اللي مارقين من جوار الغابه اللي عم يشوفوا دخان او حريق، حقيقه الوعي عندنا صار مرتفع، وعي الناس بالعموم ومحافظه على الغابه نعم. عاليه، لهيك عم يصير في الارقام اللي مخصصه وزاره الزراعه واللي مخصصين افواج الاطفاء موجوده دائما منذكر على فيها دكتورة الصفحات. بعد إذنك الأرقام؟ منذكر بالأرقام؟ 113 و188، نعم 113 و188 ارقام مجانيه يتم الاتصال فيها مباشره، ويتم الاستجابه ايضا، جاهزيه طرق الاطفاء التابعه للحراج والتابعه عم تكون جاهزيتها عاليه وتدخلهم سريع، والحمد لله شفنا هذا الشيء ولاحظناه خلال هي الفتره، مساحات الحرائق كثير قليله وايضا اعداد الحرائق اقل بكثير مما كان سابقا. نصائح دكتورة منك لكل اللي عم بيشوفونا هلأ لتفادي حدوث حرائق وخسارة قسم كبير مثل ما شاهدنا العام الماضي للأسف من أراضينا والمساحات الخضراء. العامل الأساسي تماما هو أنه أنا ما يصير في عندي حريق، لهيك بنتمنى الجميع وبرجع بكرر هذا التمني مستمر معانا لنهاية موسم الحرائق، أرجو من الجميع عدم على اي نيران لاي اسباب، لانه لما بتكون مستويات الخطوره مرتفعه بيكون قابليه انتشار الحريق كبيره، عمليه اداره الحريق بالدرجه الاولى يعني الخساره بتكون عندي قليله، انا لما بقدر احصر الحريق بسرعه خلال 10 دقائق الاولى، وهي العمليه عم يتم يعني عم يتم شو بيقولوا المحاوله انه نحن فعلا قبل العشر دقائق تكون الحريق نعم. تم تطويقه ومحاصرته نعم. طبعا من قبل مديرية الحراج وفرق الإطفاء، والشكر الجزيل لهم لأنه هم اللي عم يكونوا على الأرض وكل الثقة الرئيسي عليهم. نعم. لهيك بنتمنى إنه نحن ما نشعل النيران، ما نكون سبب بإشعال النيران، وهذا هو شو بيقولوا النواة الأساسية صحيح. لعملية ما يكون في عندي خطوط. نعم. بدنا نشكرك جزيل الشكر الدكتورة روز قرموقة، حضرتك رئيسة منصة الغابات ومراقبة الحرائق، وشكرا طبعا لهيدي المداخلة اللي قدمتي لنا اياها لليوم، نعرف انه هلا وقتكم ضيق باجتماعات مستمرة من اجل طبعا وضع خطط لمراقبة الحرائق، بنقول لكم يعطيكم الف عافية، شكرا كثير لك دكتورة. وشكرا كل الشكر لكم وللإضاءة، دوركم كثير كبير، يعطيكم الف عافية. يسعد صباحك، اهلا وسهلا.